السلام عليكم أصدقائي الأفاضل، كما تشاهدون الآن بين أيدينا جهاز ساتيليت فايندر. نظرا لطلب العديد من الأصدقاء عبر الواتساب، أجد بعض الرسائل وأغلبها تتحدث عن سات فايندر. كما تشاهدون أتينا بساتيليت فايندر جديدة، كما تشاهدون سوف نتعرف على المميزات الخاصة بها وما إلى ذلك بعد نظرة على الشكل الخارجي الخاص بها، فابقوا معنا. كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل، فهذه هي علبة الجهاز الخاص بنا لهذا اليوم، اسمه HDMI SAT. كما تشاهدون هذا هو الشكل الخاص بها، يعني وهذه بعض المعلومات الخاصة عليها. كما تشاهدون فهذا الساتليت فايندر فهو يقوم بالتقاط الأقمار وحتى تركيب كاميرات المراقبة، يعني إذا أردت تركيب كاميرات المراقبة والتعرف على الزاوية التي تريد أن ترى فيها الكاميرا، يعني زاوية رؤية تلك الكاميرا، تقوم بتركيبها كتجربة مع هذا الساتليت فايندر دون الحاجة يعني إلى أخذ شاشة كبيرة وما إلى ذلك، من خلال هذا الجهاز البسيط. كما تشاهدون نجد هنا يعني أنه يدعم كاميرات المراقبة. الساتليت فايندر فيه منفذ USB HDMI وحتى فول HD، يعني هذا جهاز كامل ومتكامل. هذه علبة الجهاز، هنا يعطيك أنه يشحن ب 14 فولت، يعني شاحن 14 فولت. إذا قمت بإعطائها شاحن 12 فولت الخاص بأجهزة الاستقبال فهي سوف تشحن ببطء أصدقائي الأفاضل، لا أنصحكم بذلك، لأن الشاحن الخاص بها يفي بالغرض. كما تشاهدون يعني هذا هو الشكل الخارجي. الآن سوف نمر إلى فتح العلبة واكتشاف ما بداخلها. كما تشاهدون إنها قد قمنا بفتح العلبة أمامكم، نجد دائما شاحن، هنا شاحن 14 فولت 2 أمبير. كما تشاهدون نجد هنا كابل جاك، كما تشاهدون جاك تو إرسية ثم نجد هذه الإضافات هنا. كما تشاهدون سوف نقوم بإظهار هذه الإضافات الخاصة بالجهاز، سوف نتطرق إليها فيما بعد، نضعها هنا وأكيد كتيب الاستعمال الخاص بها. كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل هذه محتويات العلبة الخاصة بالجهاز. أما الجهاز فهو يأتي على هذه الشاكلة، يعني فهو مغلف بغلاف خاص به يعني من السيليكون، يمكنك إزالته بطبيعة الحال. نقوم بإزالته ليظهر معك شكل الجهاز. أصدقائي الأفاضل كما تشاهدون هذا هو شكل الجهاز. نجد هنا بعض المعلومات على البطارية وما إلى ذلك. هنا نجد مكبر الصوت خاص به، هنا فلاش للإضاءة ليلا، يعني خاصية جميلة. زر التشغيل والإيقاف، منفذ الشحن، وهنا نجد المنافذ الخاصة به، هنا نجد منفذ الخاص بالساتلايت أو الكاميرا، يعني على حسب الأدابتر، هنا أدابتر ساتلايت وهنا أدابتر كاميرا. كما تشاهدون منفذ USB للتفليش، منفذ HDMI، وهنا نجد AV out يعني خروج الصوت، وهنا نجد منفذ يعني CCTV يعني المنفذ الخاص بالكاميرا. هنا كما تشاهدون نجد ايضا اصدقائي الافاضل هذا هو شكل الجهاز الخارج، من الخارج سوف نقوم بالتشغيل الان. سوف نضع هاته جانبا كما تشاهدون، الان سوف يشتغل معنا الجهاز HDMI SAT. كما تشاهدون
كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل، يعني حتى الأزرار تشتغل بالضوء. هنا نجد المنيو الخاص به، سوف نذهب إليه. كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل، يعني فهذا هو المنيو الخاص به. هنا نجد ساتيلايت فايند، اللي كنا قد تطرقنا إلى أشباه هذه الساتيلايت فايندر، يعني نفس المنيو ليس هناك أي فرق. نجد ساتيليت كما تشاهدون، أنتنا نضغط عليها كما تشاهدون، هنا يعطيك معلومات القمر وما إلى ذلك كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل. معلومات القمر، هنا نجد الكواليتي والسينيال. نرجع بإكسايت، إني هنا لائحة الأقمار بطبيعة الحال كما تشاهدون، يمكنك اختيار أي قمر. هنا يعطيك يعني درجة الإشارة بالديسيبل وات وما إلى ذلك، يعني أنت لا علاقة لك بهذا. سوف تمر فقط هنا ميديا، إذا أردت تشغيل فيديو عندك على فلاشة يمكنك تشغيله من هنا، يعني كما تشاهدون فيديو ميوزيك وما إلى ذلك صورة. هنا نجد السيتينغ الخاصة بها، يعني الإعدادات، شانيل، تي في، إذا أردت إضافة يعني مسح قناة وما إلى ذلك. هنا نجد أبجريد، تعني يعني الميزاجور أو التفليش كما تشاهدون. يعني ساتيليت هنا نجد، هنا ساتيليت كما تشاهدون، ندخل عليها، نقوم بإضافة كابل الساتيليت بطبيعة الحال بعد إضافة الأدابتر الخاص بكابل الصحن هكذا، ثم نضيف الكابل. بعد إضافة كابل الساتيليت كما تشاهدون، بعد إضافة كابل الساتيليت أصدقائي، سوف نقوم بالدخول إلى هنا أنتنا سيتينغ كما تشاهدون. هنا قمر نايلسات، يعني جميع الإعدادات موجودة. نقوم بالتحرك هنا كما تشاهدون، هو يقوم بإصدار صوت، يعني وأعطانا هنا الكواليتي الخاصة بذلك التردد كما تشاهدون، والجهاز شغال كما تشاهدون بشكل عادي. جميع المعلومات الخاصة بهذا الجهاز ذكرناها. لمن يريد هذا الجهاز فليتواصل معنا على الرقم الذي يظهر دائما على الشاشة عبر الواتساب كما تشاهدون. يعني هو الجهاز فهو شغال كما تشاهدون، ها هو يشتغل بجميع الساتيليت الذي كما شاهدتم. فالجهاز يشتغل بشكل عادي، يمكنك التقاط الأقمار بأسهل ما يمكن، فقط عن طريق إضافة القمر الذي تريد وما إلى ذلك. كان معكم أخوكم أشرف، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.